الحمد لله الحكم الشرعي من حيث هو ثابت لا يتغير الزنا حرام الربا حرام صلاة الفريضة هذه واجبة مصافحة الأجنبية محرمة معازف محرمة لكن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمان مثال الخمر حرام طيب إذا صارت خلا تصبح حلالا تغير حالها مرض السرطان مرض مميت ما يصح الطلاق في مرض الموت حتى لا يحرمها من ميراث لكن لو صار في علاج لمرض السرطان ما عدا مرض موت